السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو جديد معانا احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك. ما تنسوش تدعموا مجهودنا بلايك للفيديو وشكرا لكل زملكاوي بيدعمنا وهيدعمنا. الزمالك يصل للنقطة 44 بعد الفوز الغائب منذ جولتين بفوز على الإسماعيلي بهدفي بن شرقي وعمر السعيد وهدف فقط لأبناء الدراويش. ريال مدريد يتوج بطلا لأوروبا بهدف دون رد على حساب رفاق محمد صلاح في ليفربول. الزمالك راح من التدريبات لمدة 3 أيام على أن يعود للتدريبات يوم الأربعاء القادم وذلك بناء على طلب فيريرا. تعاقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع أحمد مرعي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء في الموسم المقبل. تنطلق خلال الفترة المقبلة وبالتحديد مع بداية شهر يونيو القادم اختبارات نادي الزمالك لاختيار مواهب كرة القدم من أجل الانضمام لقطاع المدرسة الأساسية البراعم كذلك قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء. وكشف تامر عبد الحميد مدير إدارة التطوير والاستثمار بنادي الزمالك أن الاختبارات ستكون بدايتها على ملاعب إيريو سبورت بجوار مطار القاهرة في الفترة من 2 يونيو المقبل وحتى 4 من نفس الشهر وذلك وفقا للبروتوكول المتفق بين الناديين. وأشار تامر عبد الحميد إلى أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طالب بضرورة البحث عن اللاعبين الصغار الأفضل في كل محافظات مصر لتدعيم قطاع الناشئين ومد الفريق الأول خلال السنوات المقبلة بالمواهب التي سيتم الاستقرار عليها. مسؤول الفريق الأول لسيدات كرة السلة بنادي الزمالك نجحوا في التعاقد مع المحترفة الأمريكية بارتني ديكنز لدعم الفريق خلال الموسم الجديد. ونجح الزمالك في ضم التوأم هاجر وهالة علي بعد رحيلهما من الأهلي إضافة إلى ندى كونجا علاوة على آلاء سليمان لاعبة الطيران. الزمالك يقرر تجديد تعاقد محمد أشرف رؤى لمدة موسمين مقبلين عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وذلك بناء على رغبة فيريرا. تدرس إدارة الكرة بنادي الزمالك السماح للثنائي رزاق سيسي ومحمد أونجم بالرحيل عن الفريق نهاية يونيو المقبل وذلك عقب انتهاء عقديهما مع النادي. واتفق اللاعبان مع إدارة الزمالك على الرحيل نهاية الموسم دون تجديد للتعاقد. كشفت تقارير صحفية عن استفسار مسؤول الزمالك من اللاعب أشرف بن شرقي عن حقيقة توقيعه للأحمر أو التفاوض مع بيراميدز. وأشارت التقارير إلى أن بن شرقي أكد لمسؤول القلعة البيضاء على أنه لم يوقع لأي نادي خلال الوقت الحالي. وتابعت التقارير أن اللاعب اتخذ قرار بعدم التواجد في مصر عقب انتهاء عقده وأنه يركز خلال الفترة الجارية مع الفارس الأبيض لتحقيق بطولة الدوري. أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن محمود علاء سيغيب عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري وليس مباراة الكأس أمام الداخلية حيث أن بطولة الكأس بطولة منفصلة عن الدوري ينظمها اتحاد الكرة بينما الدوري ينظمها رابطة الأندية المحترفة. فيريرا أخطرت عواد مشاركته في مباراة طلائع الجيش ونصف نهائي الكأس على أن يعود بعدها أبو جبل للعب في لقاء الإسماعيلي. فيريرا الفترة الأخيرة كان ينقص الزمالك تسجيل الأهداف والفوز في المباريات لأن الفريق لم يحقق الفوز أو يسجل أهدافا في 5 مباريات خاضها الزمالك باستاد القاهرة. فيريرا ردا على إحراز الهدف الأول تحت قيادته مع الزمالك في استاد القاهرة وتحقيق الفوز الأول قال منحتهم الثقة أكبر والتدريب بشكل أكبر والتدريب على نفس المواقف التي لم نحرز أهداف فيها حتى نجحنا في الفوز في المباراة وذلك لكسر حالة عدم التوفيق التي واجهتنا في الفترة الأخيرة. فيريرا الفريق المنافس كان قويا وقدم مباراة قوية ونجح في العودة في اللقاء من جديد ولكن الزمالك كان أفضل ذهنيا وفنيا في اللقاء. فيريرا المغربي أشرف بن شرقي لاعب مميز ولكن يوجد له بديل وعندما يغيب يشارك بديله في المباريات. أمير مرتضى كان هناك حرص على الحديث مع اللاعبين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية من أجل تحفيزهم ورفع حالتهم المعنوية للعودة مرة أخرى للانتصارات وهذا ما حدث. أمير قمنا برفع الضغط تماما من على اللاعبين خلال الفترة الماضية بعد الخسارة في مباراتين والفوز أمر جيد قبل التوقف الدولي المقبل. يستغل فيريرا فترة توقف مسابقة الدوري في ظل انشغال منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا وحصول الزمالك على 14 يوم بدون مباريات قبل أن يلتقي مع فريق الداخلية يوم 13 من يونيو في مسابقة كأس مصر من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعب فريقه بشكل مستمر. ويرغب فيريرا في استغلال تلك الفترة لمعالجة كافة أخطاء الدفاع والهجوم التي يقع فيها لاعب فريقه خاصة عدم التمكن من تسجيل الأهداف رغم السيطرة والاستحواذ في معظم الوقت. فيريرا أكد لعبد الله جمعة أنه يمتلك مهارة كبيرة والفريق في حاجة لجهوده
لكن يحتاج إلى إنقاص وزنه في أسرع وقت، وطلب فيريرا من معاونيه تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف لعبدالله جمعة لكي يكون جاهز للمشاركة في المباريات أساسياً. أسامة نبيه أكد أن الفوز كان فوزا هاما جدا على حساب فريق عريق مثل الإسماعيلي، والذي وضعه كان يجبره أن يقدم كل ما لديه، وواصل فوز مهم في توقيت مهم، وكان لازم ندخل فترة التوقف وإحنا نفسيا مستريحين، وبشكر اللاعبين اللي بذلوا جهد كبير. عن مشاركة أبو جبل قال أسامة نبيه: كل اللاعبين عندي مستوى واحد ولازم الكل يلعب، وهنحتاج الكل والكل لازم يكون جاهز. حازم إمام أكد أن هذا الفوز يعتبر اعتذار للجماهير عن سوء الأداء في الفترة الماضية، وعلى الرغم من سوء النتائج كنا ننتظر الدعم في مباراة الأمس، وهو ما حدث من الجماهير ساندتنا في المباراة، ونحن بذلنا جهد قدر الإمكان لإسعاد الجماهير وتحقيق الفوز، ونشكرهم على الدعم والمساندة. وأتم تصريحاته: نقدم وعد للجماهير أن القادم أفضل للفريق إلى المرحلة القادمة، وأنه لا أحد سوف يبخل بأي جهد. أكدت مصادر إعلامية أن كهربا من خلال محاميه حاول التواصل مع إدارة نادي الزمالك الحالية من أجل تقسيط الغرامة، ولكن كان رد إدارة الزمالك هو رفض الأمر والتمسك بالحصول على مبلغ العقوبة كاملا دون تقسيط. وتابعت أن إدارة الزمالك ترى أن الضرر الذي لحق بها من كهربا أكبر من مجرد التفاوض معه، خاصة وأن كهربا قام بحملة تشويه كبيرة للنادي بوجه عام على كل الأصعدة بدون مبرر. نادي الرجاء المغربي عبر بيان له نفى تماما ما جاء في بيان الأهلي الأخير بشأن دعوة الجماهير المصرية لشراء تذاكر المباراة من أمام مركز تدريب فريق الرجاء، حيث أكد بيان الرجاء أنه ينفي ما جاء في بيان الأهلي، وأن مركز تدريب الرجاء لن يكون ساحة بيع التذاكر لجمهور الأهلي، مؤكدا أن إدارة الرجاء لن تقوم بالتدخل نهائيا في أمور تخص نهائي دوري الأبطال. أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة مصر اليوم في الدوري، وجاءت القائمة خالية من اسم اللاعب رمضان صبحي للمباراة الثانية على التوالي عقب غيابه عن مباراة فيوتشر. دخل مجلس إدارة نادي فيوتشر بمفاوضات قوية مع نجم خط وسط فريق طلائع الجيش مهند لاشين، وطلب مسؤول النادي الجلوس مع وكيل أعمال نجم الجيش للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت تقارير صحفية أن كل من ناديي بيراميدز وفيوتشر يرغبان بقوة في ضم نجم الجيش بالإضافة إلى الزمالك. بس كده، هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم، يدعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، ومتشكر لكم جدا على دعمكم.